بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبتي اليوم: ادخر عملا صالحا ليوم الحاجة. ادخر عملا صالحا ليوم الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، كشف الله به الغمة وأزال به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى تغمه اليقين. فاللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر المحجلين. معاشر المباركين، أخرج الحاكم في مستدركه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على أعرابي، نزل ضيفا، نزل على أعرابي فأكرمه، أي أن الأعرابي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: يا أعرابي سل حاجتك، يا أعرابي سل حاجتك. فقال الأعرابي: أريد ناقة بركابها وأعنزا يشرب أبنائي من لبانها. قالها مرتين، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سؤله وقال: أعجزت يا أعرابي أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فالتفت الأصحاب، الصحابة الكرام التفتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ ما قصة عجوز بني إسرائيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر إلى بيت المقدس أضلوا الطريق، فقال علماء بني إسرائيل: يا نبي الله، إن يوسف عليه السلام أخذ على آبائنا عهودا ووثيق ألا نخرج من مصر إلا ومعنا جثمانه، فقال موسى عليه السلام لعلماء بني إسرائيل: وأين قبر يوسف؟ وأين قبر يوسف؟ قالوا: لا يعلم مكان دفنه إلا عجوز بني إسرائيل، لا يعلم مكان دفنه إلا عجوز بني إسرائيل. قال: علي بالعجوز. فجاءت فقال: يا عجوز، أين قبر يوسف؟ قالت: لا والله، لا والله، حتى أكون معك في الجنة، لا والله، حتى أكون معك في الجنة. وكأن موسى عليه السلام كره ذلك، فأوحى الله إليه أن يعطي العجوز حكمها، فلما أعطاها حكمها أخذتهم إلى مكان ممتلئ بالماء، بحيرة، فقالت: انظروا هنا، فنظروها، فقالت: احفروا، فحفروا، فلما أقلوا وأخرجوا
جسد يوسف وضحت الطريق وكأنها ضوء النهار. أيها الإخوة الكرام، اخترنا لهذه القصة وقد ذكرناها زمنا وأردنا أن نعيدها، نحيي بها نفوسنا وأنفس إخوتنا، وقلنا العاقل هو الذي يدخر عملا صالحا ليوم الحاجة، والناس لا يوصي بعضهم بعضا في ادخار أموال. الادخار سنة مركوزة في فطر بني آدم، كل واحد فينا كيبغي يخبي، الدراري الصغيور كيمشي يشري ديك العلبة الصغيرة كيخبي فيها الدريهم في نفس الإنسان. وطار المثل الدارجي، خبي الدرهم الأبيض لليوم الأسود، خبي الدرهم الأبيض نهار الكحل تلقاه يبين لك وجهك. أمور الادخار في دنيانا لا نحتاج أن يوصي بعضنا بعضا، نحتاج يوصي لك يعرف، لكن يجب أن نتواصى، خص واحد فينا يوصي لأخر، أن يبدأ نوصي بعضنا بعضا أن ندخر أعمالا صالحة. لا شك إن أخلصنا لله عز وجل في هذا الادخار تنفعنا، إن لم تنفعنا في دنيانا وأخرانا تنفعنا في أخرانا، لا تنفع. وكم مرة ذكرنا حديث الصخرة، حديث الصخرة ذوك ثلاثة اللي داروا أعمال جميلة وجليلة، لما تسمع عليهم الصخرة سألوا الله بصالح أعمالهم فانفرجت الصخرة وخرجوا، انفعوا العمل ديالهم لنكون خاص لله تعالى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدثنا عن قصص بني إسرائيل، يحدثنا كثيرا عن قصص بني إسرائيل لما فيها من العجائب ومن العبر استفدوا منها. سبب القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم من كامل تواضعه أنه ينزل على من كان، ما كيختارش الفنادق 700 نجمة ولا لا، من تواضعه اللي عرض عليك يمشي عنده، فنزل عند هذا الأعرابي، فأكرم الأعرابي رسول الله أكرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت له شيئا يسيرا أعطاك الكثير. ما يمكنش أعطيه هو كل شيء، ولكن رغم ذلك يعطي كيزيد وينفق نفقة من لا يحل فقط، ويعين أمته على بلوغ المراتب العالية يعاونهم. فلما أكرم الأعرابي رسول الله التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أعرابي سل حاجتك، أشنو بغيتي؟ وحنا كنقولوا بمثال الدارجي اللي بلا نهار الصعايا يمشي للبيوت الكبار، فإذا مثلت أمام كبير فمن حقارته أن تسأله يسيرا. لو وقفت قدام شي واحد كبير قدام ملك وغيره يقول لك سل وتقول لي أعطيني شي حاجة قليلة بحال حقرتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرابي سل حاجتك. قال الأعرابي هذا الأفق ديال المسكين، أعرابي بعيد لم يخالف رسول الله، خالطوش شي بحال الصحابة، وإن كان صحابي غير كونه شاف النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي.
سال حاجتك. قال أريد ناقة تنزل بكارها، بغيت واحد ناقة تكون حلسة على شرطك، وعنوسا في شيء ديال الشياه يشرب أبنائي لبانها. قالها مرتين، مرة الأولى مرتين. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وبغيته، وأراد أن يرفع همم من معه من الصحابة، مش المقصود الأعرابي، هما أراد أن تكون هممه عالية وعزائمهم رفيعة. أي سسمية أشجية هي موجودة، طب الكبيرة. قال يا أعرابي أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل. قصة عجوز بني إسرائيل في رفوف الغيب ما عرفتها واحد، ولكن أوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بها، فنفض عنها غبار الزمان الطويل ووضعها غضة طرية بين أيدي صحابته. قال الصحابة: وما عجوز بني إسرائيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقصص القصة. أنتم تعلمون معاشر الفضلاء، ما من نبيين رسول إلا ويخرج من بلده، معروفة. فخرج موسى عليه السلام من مصر مع بني إسرائيل بعد مشادات عنيفة قوية بينه وبين فرعون. خرج بني إسرائيل من مصر إلى بيت المقدس، والكل يعلم الطريق، ما يمكنش يكلفوا في الطريق، ما يمكنش، كلهم يعرفوا الطريق من مصر إلى بيت المقدس، سيمرون على صحراء سيناء، يعرفوها كل شيء كيعرفها. لكن للأسف الكل أضل الطريق، ما بقاش كتبان الطريق، وماشي بالليل، بنعم ما عرفوش الطريق. ففطن علماء بني إسرائيل للأمر، والتفتوا إلى موسى عليه السلام وقالوا: يا نبي الله. فكان واحد يسأل واحد الحريف ما درناش، راه ما يمكنش تبان الطريق، فكان واحد الوصية لا نبدا ننفذوها إلى ما نفذناش وما تبانش الطريق، ما يمكنش تسلكوا نهائيا. قال: ما الأمر؟ شو كي؟ فقال: يا نبي الله، إن يوسف، وبين يوسف وموسى تقريبا واحد 100 سنة، إن يوسف عليه السلام أخذ العهود والمواثيق على آبائنا، إن نحن خرجنا من مصر إلى بيت المقدس ألا نخرج حتى نخرج جثمانه معنا. أمور واضحة للأنبياء بالوحي، غيخرجوا واحد النهار، ولكن غيخرجوا ولادكم، ولكن يخرجوا تيخرجوا معهم الجثمان ديالي، الجسد ديالي خصو يخرج 100 سنة. قالوا: يا نبي الله، راه خصنا نخرج. قال: وأين قبر يوسف؟ فين هو؟ وهذه من الأمور التي يجب أن نلتفت إليها، لا يبنى على القبور، قبر ديال يوسف معروف. قالوا: يا نبي الله، لا يعرف القبر إلا العجوز. عجوز تملك سرا تخبئه لا تطلع عليه أحد، خبأت هذا السر يومه، خبيه نهره، ستربح به، ما أفشته لقريب أو بعيد، كنت واحد ما كيعرف. قال عليه العجوز، وظن موسى كليم الله أن الأمر يسير، قد سهل. فجاءت العجوز وقد انحنى الظهر، اشتعل الرأس شيبا، تجعل الوجه والله أعلم بحالها تحمل سرا تريد به فخرا أخرويا، وظن موسى أن الأمر سهل
قال يا عجوز أين القبر؟ سيسان قالت لا والله تقسم لا والله لا أريد القبر حتى أكون معك في الجنة. سيدخبت ما قالت أريد ذهبا أريد فضة أريد دورا أريد مناصر أريد أريد خب يسير مش فكانت خماصة الماء وكأن موسى عليه السلام استكثر عليها الأمر زي تكون مع موسى وموسى كريم الله هو أحد الرسل أولي العزم الخمسة تكون معه لعله استكثر عليها الأمر فأبى عليها يقول بالرصد فما نخرجوش هي قالت له ما تمول عارفه شنو عندها وعارفه شنو مخبيه فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يعطيها حكمها أعطيها الحكمة فلما أعطاها حكمها قال رضيت أن تكوني معي في الجنة جاءت بهم إلى البحيرة ضايع انضموا البحيرة فنظموها احفروا هنا فحفروا ثم أقلوا الجثة وأنتم تعلمون معشر الصالحين أن الأرض عاجزة أن تلامس لا تأكل أن تلامس جسد الأنبياء فلما أخرجوا الجثة وضحت الطريق وكأنها النهار أيها الإخوة الكرام زبدة الكلام وخلاصته أن يحاول كل منا أن يدخر عملا صغيرا أم كبيرا وإن ستره كان أحسن لعله ينفعه يوما إما كما قلت في الدنيا والآخرة أو يدخر له في الآخرة هو الحي لا إله إلا هو ادعوه مخصله الدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى هذه القصة اشتملت على حكم كثيرة جدا يطول المقام لذكرها جميعا والتفصيل فيها لكن نذكر أهمها أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد من أمته أن تكون صغيرة ما بغيناش يكونوا صغار فنقلبوا على المسائل المادية يا أعرابي سل حاجتك واش بغيتي بغيتي علاش نركب بغيت واحد الطوموبيل تكون آخر موضي يوم بعد مشات الحال بغيت قريمة بغيت كذا مشات الحال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هممنا عالية وعزائمنا قوية وأن نسأل وأن نطلب المعالي وإذا عشقنا فلنعشق الشمس أمور كبيرة ثانيا اعلموا معشر الصالحين أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ها هو يوسف عليه السلام أكثر من 100 سنة وفي القبر دياله فأخرجوا جسده كما هو لكن هل هذا الأمر خاص بالأنبياء؟ لا لا قد يشارك بعض الصالحين الأنبياء في هذه المسألة وتواترت الأحاديث والشواهد الحقيقية على ذلك خرج جمع من بني إسرائيل كما في كتاب الزهد للإمام أحمد خرجوا فمروا على المقبرة وسأل الله عز وجل أن يخرج لهم رجلا من هؤلاء الأموات يخبرهم عن القبور فبينهم كذلك اطلع رجل برأسه خلاسي اللون بين عينيه آثار السجود قال يا هؤلاء ماذا أردتم عندي فوالله قد مت منذ 100 سنة ما هدأت علي حرارة الموت إلا الآن 100 سنة بقي هو كما هو خلاسي اللون سنيمر عنده الدينار في راسه
فإذا أردنا نسأل الله التوفيق، نطلب الله تعالى التوفيق والسداد كله منه، نسأله أن لا يتركنا إلى أنفسنا طرفة عين، من ترك لنفسه ضل يبقى بوحده شرحاً. فكلما أكثر العبد من الصالحات يحفظ الله له جسده في القبر. هذه واحدة، هذه ثانية، ثالثة والأخيرة. أقول لنفسي أولاً ولكم أيها السادة المباركون والسادات المباركات، إذا رأيت نفسك ضائع وما استقام شيء بين يديك، كل شيء أول الدليل المزيان في المرأة مقلقة وانت مضطرب وتحجم غد قد، راجع أوراقك، راجع راسك، راجع راسك يا أخي الكريم. موسى عليه السلام وبنو إسرائيل وعلماؤهم ضلوا الطريق، تضطرهم الطريق بسبب ماذا؟ ما نفذوا وصية نبي الله يوسف. ولهذا نستفيد من هذه، إذا أظلمت الطرق بين أيدينا وضاعت أمورنا فلنراجع أوراقنا ولنعود إلى ربنا. وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير صاحب الوجه الأنور والجميل أزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد الصحابة أجمعين وحسن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم ارض عنهم جميعا وعنا معهم إنك ولي ذلك القدر عليه. اللهم وفق ملك البلاد محمد السادس في كل خير، وهيئ له بطانة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه، إنك ولي ذلك القادر عليه. واحفظه في ولي عهده وشقيقه وسائر أسرته، إنك ولي ذلك القادر عليه. اللهم أدم على بلدنا، على بلدنا الإيمان والأمان والرخاء. اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك القادر عليه. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم تب على المعوجين والمنحرفين، اللهم رد بنا جميعا المجادة، إنك ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله، والدرس بين العشاءين.